إذا أمكن يعني هل هناك يعني إذا يمكن يعني تذكرنا فقط وتذكر المستمعين ومشاهدي يعني إذاعة مدينة اف ام فيما يخص الترسانة القانونية التي سطرتها مثلا أوروبا وخصوصا إيطاليا، الدولة التي يعني سبق أن هاجم المرض يعني في سنة 2013. الموضوع القانوني بموضوع الأمراض هو يخص كل دولة ويخص أصلا الاتحاد الأوروبي. نعم. وهذا المرض هو مرض حجر يعني كارنتاين. نعم. فبإيطاليا هناك تشدد من السلطات، واي مسافر يقطع عبر المطار يتم التفتيش. نعم. لعدم ادخال اي مواد نباتيه، وحتى عبر استيراد النبات هناك تشدد كبير. التشدد هو يجب على الدول التشدد في مراقبه المواد المصادر النباتية التي تدخل من الدول المجاورة أو من دول المصدرة، وهذا يشكل العامل رقم واحد. ولهذا السبب لا نستطيع فقط أن يكون عندنا القوانين والمراسيم التطبيقية، يجب أن يكون عندنا الكادر البشري المناسب للفحص والتشخيص، ويجب أن يكون لدينا المختبرات. نعم. والتي هي لا تحتاج إلى معدات مخبرية متطورة جدا، هي المعدات المخبرية الموجودة بالإجمال في أماكن الحجر الصحي، ولكن يجب تدريب الكادر البشري على أن يستطيع عبر الفحوص المخبرية معرفة إذا كانت المواد التي تدخل البلاد لا سمح الله يكون فيها إكزيلين أو لا. نعم. فيبقى الموضوع موضوع المراقبة عبر الحدود والأمر الأساسي لتفادي إدخال هذا المرض الخبيث إلى أي من دولنا لا سمح الله. شكرا دكتور مارون. دكتور توفيق، هل هناك إضافات؟ وخصوصا الذي أعلم أن هذه الترسانة طبعا القانونية لم يتحملها طبعا لم تتحملها ساكنة الجنوب الإيطالي أنذاك في 2013-2014، يعني ما فيها مثلا إقلاع الأشجار وحرقها؟ نعم. فيما يختص يعني بالإكزيليلا في الجنوب هون أو على شكل عام، بحكي على بشكل عام، ليس هناك علاج مباشر. نعم. للإكزيليلا بعكس غير آفات النبات. نعم. في نوع من نظام يعني تتبع إجمالاً في مكافحة هذه البكتيريا وهذه العاهة. نعم. وهم النوع من الانتجريتد باست مانجمنت، هي النظام نظام متكامل. نعم. للمكافحة. نعم. يعني واحد يتبع عدة نظامات بما فيها مثلا حرق الأشجار أو قلع الأشجار المصاب، مثلا يتم رش مثلا نوع من المبيدات لتجنب تنقل البكتيريا بالحشرات مثلا. وهناك طبعا دراسات يلي هي دراسات يلي تفتش على أصناف مقاومة للإكزيليلا. هلا طبعا بإيطاليا مثلا في الجنوب الإيطالي الاتحاد الأوروبي أخذ نوع من قوانين دولية يلي هي نوع من محاصرة للإصابة الموجودة في إيطاليا، ومش بس في إيطاليا، إجمالا في أي بلد في العالم في هناك نوع من سياسي يعني سياسي تتبع على في الحقول على الأرض عشان نوع من يحاصروا الانتشار أو يحاصروا الإصابة. نوع من هذه السياسة هي نوع بسموها الكونتينمنت، يلي هي نوع من تطبيع. نعم. مسافة حوالي مثلا 10 كيلومتر. نعم. من مكان الإصابة، وهو يتم فيه هذا المكان أو هذه الشريحة. نعم. من 10 كيلومتر نوع من فحوصات مخبرية مكثفة، يعني الى الغرض منها هو
يشوفوا إذا كان في إصابات جديدة أو كيف عم بتصير الانتشار الإصابة في هذه الحقول. يعني عندك الإصابة في الوسط وعندك 10 كيلومتر تقريبا هي بسموها نوع من وسادة وقائية جغرافية هي تتبع علشان ما يتم فيها جميع القوانين او جميع الديزاكتيفيتي يلي بيصيروا عشان من مختبرات من سكرينينج او سيرفي سامبلينج يعني اخذ عينات ونوع من قلع حتى الاشجار المصابة. على الاتحاد الاوروبي قرر انه في المنطقه يلي هي بتسميناها هذه الوسادي اللي هي الوقائيه 10 كيلومتر في حال وجود اصابه معينه يتم قلع الاشجار المحاطه بالاصابه على بعد 100 متر سيركولير يعني حول الاصابه يتم قلع الشجره المصابه والاشجار اللي حواليها. هلا مؤخرا يبدو انه لقوا انه هذه السياسه شوي شو بسموها ماساويه لانه 100 متر سيركلر يعني تم قلع الشطول شوي كثيره حاولوا هلا شوي تصغير المسافه الى 10 او عشرات الكيلومتر الامتار عشان شوي يقللوا من قلع الأشجار يمكن يكونوا مصابين أو يمكن يكونوا لا. شكرا دكتور توفيق. دكتور مارون عبر طبعا الزيارات المتكررة التي قمت بها أنا شخصيا في الجنوب الإيطالي لاحظت أن هناك يعني أن هناك تجارب يعني تقوم بها طبعا مجموعة المؤسسات البحثية يعني المراد منها هو تقييم الأصناف المتواجدة في إيطاليا في أماكن يعني في بؤر يعني فيها المرض. لا أعرف يعني نتائج هل هناك نتائج يعني معبرة أصناف ممكن أنها تقاوم يعني مزروع الآن في بعض المناطق المصابة هل تقاوم أو تتسامح أم تبدي طبعا حساسية لهذا المرض إذا كانت عندك مقتنيات. طبعا كما قلت هنا هذه الاختبارات هي موجودة بالفعل ومثلا نتحدث عن اختبار ممول من ألمانيا لنعطي فكرة عن الاهتمام الدولي بهذه المشاكل وخاصة لا نستطيع القيام بهذه الاختبارات خارج المناطق المصابة. نحن نحاول أن نستفيد من المناطق المصابة في إيطاليا لإقامة هذه الاختبارات والأصناف الأصول الوراثية الموجودة أصلا في المناطق والأصناف البرية وبعض الأصناف لحسن الحظ أنها وجدت أنها مقاومة لهذا المرض وهي تبعث بالأمل لإيجاد حلول وطرق بديلة عبر زرع هذه الأصناف لمقاومة هذا المرض ولنستطيع أن نكمل في زرع وإنتاج الزيتون. يجب على كل الدول أن تستفيد قلتها في مقابلة مع فرانس بريس أحد المرات يجب على الدول أن تستفيد من الخبرة من ما حصل في إيطاليا. الذي حصل في إيطاليا للأسف يمكن تفاديه في المستقبل في أي دولة. الآن المعلومات العلمية موجودة، الباحثين الأوروبيين والباحثين المتوسطين وهناك اهتمام كبير في أمريكا إما الشمالية أو أمريكا اللاتينية، هناك الخبرات تستطيع الدول تحاشي للأسف كما في جائحة كورونا كما في جزيلة السيناريو الإيطالي. اليوم علميا لدينا معطيات إن كان جينية ووراثية على الأصناف، لدينا سبل للتشخيص، لدينا سبل للتفادي، ويجب استكمال موضوع تقوية الكادر البشري وربط الكادر البشري
بمعظم الدول ببعضه بشكل أن نستطيع أن نتبادل الخبرات والمعلومات للمساعدة على التخلص من هذه الآفة. شكرا دكتور مارون. كفتر عندك شيء تضيفي فيما يخص طبعا الأشغال ديالك والأنشطة البحثية اللي كتقومي بها فيما يخص البكتيريا؟ نعم كما قال الأستاذ مارون خاصنا نستفدو من التجربة ديال إيطاليا وما نوصلوش للنتائج الكارثية اللي هما وصلوا ليهم. في موضوع البحث ديالي كنركزوا أساسا على ما سبق ذكره سابقا وحتى كنقوموا بخرجات مثلا المناطق اللي كيتمركز فيهم الزيتون بكثرة مثلا مكناس وزان مكناس مكناس وجدة بركان مكناس مراكش كنديروا حتى حنا خرجات كناخذوا عينات وكنجيبوهم للمختبر كنشوفوا واش كنديروا لهم دراسات مثلا مصلية مثلا داس إليزا وكنديروا لا بي سي ار كونتيتاتيف وكنشوفوا واش كاينه لا باكتيري ولا ما كايناش. هادو كاملين دي تكنيك اللي كنديروهم باش كما قال مسيو مارون خاص يكون عندنا واحد الكادر بشري. الكادر البشري خصو يتمرن على الطرق ديال اكتشاف غزيليلا فاستيديوزا هاد الطرق اللي هما داس اليزا لا بي سي ار لا لامب وبزاف ديال الطرق اخرى. شكرا كوطار. دكتور توفيق هل عندك اضافات فيما يخص العلاج؟ لاني انا في المؤتمر الدولي الذي ذكره المارون في كورسيكا يعني في تقريبا 400 مشارك يعني وتم يعني عرض واحد المجموعه الانشطه البحثيه الخاصه بالمرض بشكل عام وخصوصا الموجهه للمكافحه بشكل عام والمكافحه الحيويه بشكل خاص. كما تعلم ان زميلنا فرانكو يشتغل طبعا حاليا في هذا الجانب في هذا الشق ديال المكافحه الاحيائيه مع زميلنا ايضا عرفات. يعني انتم في المختبر يعني ما علاقتكم مع غزيليلا؟ ما هي الابحاث التي تقومون بها فيما يخص هذا المرض؟ اخي مثل ما ذكرت قبل سابقا ما فيه ليس هناك يعني مكافحه مباشره لهذه الافه. هلا اذا بناخذ حتى عبره من اللي حصل مثلا بالقاره الامريكيه مثلا بيرس ديزيز اللي ظهر على العنب هلا هي المرض هو بيرس ديزيز هو مرض قديم جدا يعني مثل ما ذكرت حضرتك باول الحلقه يعني عمره 140 سنه انما تم يعني تم تحديث او تسميه المرض بغزيليلا فاستيديوزا او عرف المسبب مين المسبب بالسبعينات او بالثمانينات. هلا من الخبره الامريكيه اذا بتعرف يعني هذا المرض على العنب بكاليفورنيا مثلا كل الكاليفورنيا فالي او وادي كاليفورنيا كله يعني الوف الهكتارات من العنب تم اقتلاعها يعني ولم يكن هناك يعني نوع من مكافحه مباشره يعني حتى يعني مع كل التكنولوجيا الموجوده في القاره الامريكيه. بالنتيجه هناك نوع من ما اذا بدك بنسميه بسيدو تريتمون يلي هو شبه مكافحه يلي هو نوع من استعمال للنحاس للكويفر للمنغنيز او المنغنيز كويفر يلي هن نوع من اليمنت يلي بيساعدوا على تحسين المناعه عند النبته وهم كمان مستعملين يعني كمبيدات مش مبيدات كنوع من بيستسايد هلا ما بعرف كيف بدي اسميها بالعربي بيستسايدز يعني المبيدات يعني لامراض فطريه او لامراض بكتيريه عموما يعني تم استعمال هذه ثلاث اربع عناصر على ويبدو وشافوا انه في شويه تحسين يعني تحسين بما يختص المناعه عند الشتلة المصابة انما ليس هناك تعافي كامل من البكتيريا يعني البكتيريا بتضل على دائما موجوده في الداخل. هلا اذا بدنا ننتقل الى الشق العلاج الاكثر شوي تطورا واللي هو اكثر شيء حديثا هو نوع مثل ما ذكرت حضرتك العلاج الاحيائي او نوع من بسموهم البكتيريوفاج او نانو تكنولوجي اللي هي نوع من استعمال من افات بارازيت
يعني افاد بارازايت او بارازيت لهذه البكتيريا. يعني في هناك نوع هلا من نوع من سباق بين الباحثين الى تحديد انواع البكتيريوفاج يلي هن نوع من فيروسيات قابله انه تعمل بارازيتيزم للبكتيريا للاكسيليلا. عبر هذه النانو تكنولوجي او 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 البحوث الجينيه يبدو انه في نوع من استجابه ايجابيه لاستعمال هذه الافات البارازيتويد اللي هنسميهم بارازيتويد. هلا طبعا في عندك شق كبير من الابحاث يلي هو الترانسجينيك بلانت النبات المعدله جينيا. انما طبعا هلا في اوروبا هذا الامر غير مسموح. مش تفضل. يعني النباتات المعدله وراثيا غير مرغوب فيها طبعا. غير مرغوب فيها طبعا وبأوروبا أصلا ممنوع يعني بالقانون الاتحاد الأوروبي. إنما في أمريكا في القارة الأمريكية أو في غيرها موجودة ويتم طبعا استعمالها بشكل مكثف صراحة. يعني في شتول القهوة يعني تعرف أنت مثلا شتول القهوة هي نوع من أندكس مباشر يعني للبورصة العالمية لأسعار القهوة للقمح للمايس للكولزا للصويا يستعمل فيهم يعني هذه المعدلات الجينية لا مكافحة الانفكشن أو الإصابة بكسيليلا فاستيديوزا. يعني بصراحة يعني إذا بنختصر شوي الأمر كسيليلا فاستيديوزا هي آفة صعبة جدا يعني واحد يكافحها. أكيد بحاجة إلى أبحاث جديدة وأبحاث يعني متطورة وبتصور يعني مثل ما ذكر زميل مارون يعني هلأ بما أنه الحالة للأسف يعني وصلت لأوروبا والأوروبا مثل ما بيقولوا هم أول يعني الأول المستكشفين لهذه الإصابة بتصور يعني البلدان العربية يعني هلأ لازم تأخذ شوية عبرة من اللي حصل وتتحسن حالها يعني بما يختص فحص العينات بما يختص الفحوص عبر عبر الحدود الفحوص المخبرية مثلا المباشرة بيسموها انسيتو. انسيتو بما معناه يعني بيكون في عندك فيه هلا صراحة في كت يعني في عندك نوع من كتات او فحوصات مثل ما بيعمل فيها الكورونا. يعني بتعمل فحص كورونا انت على المطار بظرف 3-4 دقائق عندك الريزلت اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. نفس الشيء في واحد يعني في موجود بالاسواق فحوصات للكسيليلا فاستيديوزا وفيك تفحصها في الحقول فيك تفحص اذا كنت بالمطار اذا كنت على المرفأ او اذا كنت على الحدود. يعني هم نوع من شو بيقولوا يعني بنسميها هدول من نوع من احترازيه يعني نوع من اكشن احترازيه تمنع دخول ماتريال ممكن يكون مصاب بهذه البكتيريا. شكرا دكتور توفيق. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام يعني فاصل اشاريتم ونعود اليكم من جديد. مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة المباشرة اللي كان خصوها البكتيريا كسيليلا فاستيديوزا التي تصيب واحد مجموعة الأصناف من ضمنها طبعا أشجار الزيتون. لأول مرة كنديروا هذه الحلقة مباشرة مع زملائنا في المركز الدولي المتوسط الزراعي بباري. أذكر دكتور مارون مجبر اللي هو منسق مشروع كيور اكسف وطبعا استاذ في هذا المركز وكذلك الدكتور توفيق البعينو اللي هو استاذ وفي نفس الوقت باحث في امراض النباتات والمسؤول العلمي بهذا المركز اللي تكلمنا عليه. دكتور مروان بصفتك طبعا منسق ديال واحد المشروع الخاص بهذا البكتيريا كسيليلا خصوصا بعد 2013 هناك يعني اموال ميزانيات كبيره يعني رصدها الاتحاد الاوروبي من اجل يعني التعريف والتشخيص ودراسه يعني هذا المرض خصوصا على اساس ان توجد له طبعا حلول ناجعه. اذا ممكن تقربنا وتقرب المستمعين والمشاهدين في المشاريع التي مولتها سوق الاتحاد الاوروبي
قبل ما نتكلموا طبعا على المشروع اللي انت يعني منسق ديالو. بالنسبه للاموال التي رصدها الاتحاد الاوروبي، كان من المفترض لاي جهه علميه للحصول على هذه الاموال ان يشارك في مباراه، يعني لم يكن تمويل مباشر لجهات علمية في دول معينة. فكانت المنافسة شديدة وشديدة جدا. بين الدول. وكان هناك المشروع، كان مشروع اسمه، كان في أول مشروع كان اسمه بونتي. يعني كان أول مشروع كان هو على الأمراض الغريبة Alien Pest. وأضيف له الإكسيليلا كمرض جديد. وأول مشروع علميا للبحث العلمي كان اسمه XF Actors. وكان وهو سيد يعني مستمر، والسنة هي آخر سنة من المشروع. وكان مركز البحوث العلمية الإيطالي كان هو المنسق لهذا المشروع. وبعد أن بدأ هذا المشروع قررنا أن نستفيد من برنامج ماري كوري، وقد قدمنا مشروع كيوري XF فقط للتسكير. مشاريع ماري كوري هي مشاريع علمية صعبة جدا. وعندما قدمنا المشروع والبرنامج يتناول عدة مواضيع علمية ليس فقط الزراعة، ولكن يتناول من الطب إلى علم الفضاء. في السنة التي قدمنا فيها المشروع كان هناك 700 بحث، مشروع بحث قدموا، وفي هذه في تلك السنة فقط 70 مشروع تم قبولها تمويل، ففقط 10%. يعني فقط لنقول للمشاهدين والمستمعين أن الحصول على هذه المشاريع يجب أن فعلا أن يكون المستوى العلمي متقدم جدا. ولحسن الحظ استطعنا الحصول على هذا المشروع، وهو المشروع الوحيد المول من الاتحاد الأوروبي الذي يضم دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي دول البحر المتوسط. وأستطيع القول أن أحد الأمور التي ساعدتنا في الحصول على هذا المشروع هو عندما التزمنا في المشروع نقل الخبرات من الاتحاد الأوروبي إلى دول الجوار وخاصة في المتوسط، وحيث اعتبرنا أن نقل الخبرات والمعلومات والقدرات العلمية إلى دول المتوسط هي بشكل غير مباشر حماية للأمن الغذائي في أوروبا، بحيث إذا كان هناك جودة في الغذاء وجودة في الأصناف النباتية التي تنتج في الدول المتوسط الغير أوروبية ومن بعدها تصدر إلى أوروبا، فهذا يساعد الأمن الغذائي في أوروبا. وأظن أن هذه المقاربة شكلت عاملا مهما في من أجل الفوز بهذا المشروع. ونقوم نحن هناك شبكة تعاون بين المشاريع التي ممولة من الاتحاد الأوروبي والتي تضم بالإكسيليلا. فقد على سبيل المثال للحصر، تنظيم المؤتمر الثاني للإكسيليلا الأوروبي عن الأبحاث في الإكسيليلا الذي كان في أجاكسيو. ونحن بصدد التحضير لمؤتمر افتراضي في شهر أبريل لهذا العام. عن المؤتمر الثالث الأوروبي، والهدف من ذلك هو نشر البحث وتطوير التطور التي وصلت إليه وكيفية المقاربة، خاصة المقاربة الاجتماعية والمقاربة الاقتصادية. لا يجب أن يغيب عن اهتمامنا والتركيز أن المتضرر الأساسي هو الفلاح. فلا نستطيع أن نقوم بالأبحاث في المختبرات وفي المكاتب وننسى الفلاح. الفلاح والمزارع هم لا سمح الله إذا وصلت هذه الآفة هم سيتضررون بشكل أساسي. فلمقاربة الفلاح والمزارع ليس فقط بالعلم، ولكن هناك أصول وهناك
سبل نعم. اجتماعية واقتصادية للمقاربة بشكل أن يستطيع المزارع والفلاح فهم هذه الأمور بشكل مبسط وعلمي. لا لا, 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 لا هنا لا أقول أن المزارع والفلاح لا يفهم إلا بالأمور البسيطة، ولكن يجب علينا نحن الباحثين أن ننزل من عرشنا العاجي نعم. والتكلم بشكل واضح وصريح مع المزارع والفلاح ليكون هو العين المراقبة والتي تتابع يوميا على الأرض إذا لا سمح الله شاهد بعض العوارض لإخبار وأشعار المراكز البحثية التي تستطيع القيام بالأعمال المخبرية للتشخيص واعتماد البروتوكولات لمكافحة هذه الآفة. سأبقى معك دكتور مارون، يعني ما هي الدول التي استفادت من هذا المشروع الذي تنسقه أنت؟ الدول التي تستفيد، هناك عندنا 12 دولة. نعم. هناك إيطاليا. نعم. إسبانيا. نعم. المملكة المتحدة. نعم. فرنسا، بلجيكا، اليونان. نعم. هذه هي الدول الأوروبية. نعم. وهناك الدول المتوسطية، لدينا المغرب. نعم. لدينا تونس، لدينا مصر. نعم. الآن ننتقل إلى منطقة الشرق الأوسط. نعم. لدينا لبنان، لدينا فلسطين، ولدينا إيران. نعم. سنرجع يعني تتكلم لنا على الدورات وعلى الورشات يعني الجهوية والوطنية التي يعني قمت بها كمنسق لهذا المشروع. دكتور توفيق، عندك إضافات فيما يخص المشاريع التي مولتها أو مولها الاتحاد الأوروبي فيما يخص غزيليلا؟ يعني زميل مارون ذكر جميع تقريبا جميع المشاريع التي تم تمويلها. هلا طبعا كان في مشاريع شوي بسموها دولية او بالاحرى مش دولية، ريجيونال جهوية مناطقية. نعم. مناطقية، لانه طبعا كل بلد في عنده حالة خاصة فيه في الغزيليلا، كل منطقة يعني خصصت نوع من مشاريع نحن كنا عضو فيها وشاركنا في الأبحاث وشاركنا في الدراسات وشاركنا في الندوات فيها. طبعا عندك في جنوب إيطاليا الغزيليلا كان في حتى كمان نوع من تمويل لمشاريع بعدة دول أوروبية عفوا، حيث قدمنا نحن خبراتنا وخبرتنا وباحثينا قدمنا فيها أعمال فيها، والخبرة اللي اكتسبناها نحن من سنة 2013 إلى يومنا هذا، يعني عبر مشاريع صغيرة ممولة إنما مثل ما قلت مناطقية. نعم. هلا طبعا مارون ذكرها كلها يعني. نعم. وحتى في السنين القادمة أنا بتصور يعني الاتحاد الأوروبي حيخصص دائما حصة كبيرة يعني. نعم. من الموازنة لهذه الآفة تحديدا، وللأسف يبدو أنه يمكن يكون في آفات جديدة حتدخل، طبعا الاتحاد لازم يمولها. يعني انت هلا نحن صراحه اذا بنسال او لو سالنا باحث ايطالي او مسؤول ايطالي مثلا قبل سنه 2013، هل ممكن انه غزيليلا فاستيديوزا تدخل الى القاره الاوروبيه او تدخل ايطاليا؟ يعني كان ضحك علينا، بيضحك عليك او بيضحك علي لو سالته السؤال، بقول لك لا مش معقول. نعم. ومن غير المعقول يعني مستحيلات انه تدخل هذه الافه الى بلدنا او الى القاره، ودخلت بالنتيجه. يعني بالنتيجه هذه الافه للاسف بما انها يعني تسبب بكوارث مش بس طبيعية أو بيولوجية، إنما حتى بكوارث يعني بيئية بانورامية تراثية وراثية. يعني إذا بتحسب نحسب نحن شو بسموها بالعربي اللصز، يعني الخسارات مش بس من حيث الزراعة إنما من حيث التراث
الموجود مثلا في جنوب إيطاليا، حيث هناك يعني أشجار زيتون وغير أنواع من الأشجار يعني المعمرة آلاف السنين احترقت يعني من خلال الإصابة. هيدول يعني ك امباكت على المجتمع كبير جدا. وفي عندك في كتير هون يعني صراحه يعني دي كوبراتيف او عندك مزارعين، عندك اسوسياسيون، كلهم هذول يعني افلسوا بالنتيجه لانه كانوا يشتغلوا بحقول الزيتون او بتربيه الزيتون واحترقوا وانصابوا كلهم يعني بالنتيجه، اغلقوا جميع الخبرات تبعهم يعني المهن تبعهم يعني. طبعا عشان هيك انا بتصور الاتحاد الاوروبي يعني حيمول طبعا، وحيكون في مشاريع وان شاء الله يعني المشاريع الجديده حتكون كمان يعني يكون الدول البحر المتوسط يعني وخاصه المغرب الحبيب يكون شريك فيها عشان يعني ننمي الخبرات ونتشارك حتى بالابحاث يعني. نعم شكرا يا توفيق. دكتور مارون يعني انا شخصيا يعني اشكرك على هذا المشروع طبعا اللي هو بعد الله وبفضله يعني مكن واحد المجموعه الباحثين خصوصا في المعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب باش تكون عندهم خبره شامله فيما يخص هذه المرض. يعني قمنا طبعا عبر هذا المشروع بزيارات يعني متكرره الى ايطاليا والى اسبانيا من اجل طبعا باش نتعرفوا اكثر على هذه البكتيريا وتكون عندنا واحد الجهوزيه في حالة ما إذا تم يعني إدخاله إلى المغرب يعني سنجد يعني خبراء يعني سيحاولون طبعا مكافحته. وآخر طبعا وآخر نشاط درتوه هو النشاط ذكرتي في البداية ديال الحلقة أنكم يعني تم يعني واحد دورات تكوينية هنا، دورتين تكوينيتين في المغرب في مكناس بين 3 حتى 4 فبراير 2020 وفي مراكش بين 6 و 7. يعني شارك فيها أكثر من 200 يعني باحث وتقني ومهندس ومتتبع طبعا للشؤون يعني الزراعية، وكانت يعني بشهادة الجميع أنها دورات كانت ناجحة جدا. هناك كلمة ممكن تضيفها أستاذ مارون؟ يعني مثل ما ذكرت بالبداية بصراحة نحن يعني من بعد سنة من إقامة هذه الدورات بعدها عم نتذكر الأوقات الطيبة التي قضيناها في المغرب الحبيب معكم وحسن الضيافة وحسن التنظيم. والأهم من هذا الموضوع أنا برأيي كان طبيعة المشاركة. ساعة المشوف كنا نوعية المشاركين كانوا من كبار الموظفين من كبار الأساتذة ومن القطاع الخاص. كان وجود كبير من القطاع الخاص وهذا موضوع مهم جدا. نحن هلا بالوقت الراهن بسبب جائحة كورونا وقفين النشاطات. نتمنى يعني أن يتعافى العالم من هذه الجائحة، وعندما نستعيد بقوة الله الحياة الطبيعية سنقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإنرا والمؤسسات الرسمية بعد موافقتهم. طبعا نود أن نقيم حلقات مماثلة أو متطورة أكثر حسب احتياجات التي تطلبها منا السلطات المغربية، كما نقوم بنفس الموضوع بكل الدول التي تشارك في المشروع. كما نقوم بنفس المقاربة هي موضوع أن نأتي بعدد معين من الخبراء لتدريبهم. هؤلاء الخبراء يرجعون إلى بلدهم ويحددون الأولويات يقومون بالحوار مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة على ضوء احتياجات كل بلد، يرفعون إلينا هذه الاحتياجات وننسق معهم ونقوم بسلسلة دورات تدريبية ليس فقط في البلد ولكن بجلب الخبراء وبعض الطلاب إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا
والدول الأوروبية، كما نحاول أن نقوي التعاون بين في الجنوب، يعني بين تونس ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب. أحب أن أذكر أن هناك المشروع يدعم طالبة مغربية إيمان أكاسو التي تدرس في جامعة ترينتو، وهي ستنهي السنة الدكتوراه، وأتمنى أن تزيل هذه الجائحة وتأتي كوثر إلى إيطاليا من أجل إذا أردتم أن تتابع بعض التدريبات مع دكتور توفيق. كما نحن أكيد منفتحون إلى استضافة خبراء مغاربة آخرين وإقامة الدورات التدريبية في عدة مناطق في المغرب الحبيب كما في الدول المشاركة، بشكل أن نصل إلى أكبر عدد من المزارعين والخبراء. ولحسن الحظ أن وجود بفريق العمل لدينا خبراء يتكلمون العربية ويتكلمون الفرنسية والإنجليزية ويتكلمون عدة لغات، هذا مما يسهل علينا الوصول بشكل أسهل إلى المزارع وإلى الفلاح وإلى القطاع الخاص وإلى القطاع العام في كل هذه الدول المشاركة. شكرا يا دكتور مارون. دكتور توفيق، إني آخر كلمة قبل أن ننهي هذه الحلقة. نعم، يعني حكينا كثير أخي أشبهني، إنما بالختام يعني أنا يعني بشكرك طبعا يعني على الاستضافة وعلى الدعوة، ونحن يعني لبينا الدعوة وكان على قلبنا شو بقولوا على قلبنا أحب من العسل. ومنحب يعني طبعا يكون تستديم هذه المشاركة يعني بيننا وبينكم وبين البحاثة المغربيين، لأنه مثل ما ذكر مارون يعني نحن صراحة يعني حسينا كأننا في بيتنا في ضمن العائلة طبعاً لما زلنا المغرب السنة الماضية. عشان هيك يعني أنا بدي أحب أوجه كلمة تشجيع للبحاث المغربيين، يكون يعني تشجيع إلى المشاركة، وإن يكون في عندهم أكثر وأكثر نوع من الفضولية العلمية اللي هي طبعا بالنتيجة حتنعكس إيجابيا على المغرب يعني، وخاصة بهذا الموضوع الإكزيلالا يعني هو يلي هي أفي حكينا عنه كتير. وأنا صراحة يعني بحب أقول كلمة من القلب، يعني هي أنه مفروض المغرب يكون حاضر من على جميع الجبهات، من الجبهة العلمية للجبهة الشبابية وإلى وهلما جرا يعني، عشان يواجه التحديات مش بس لكزيلالا إنما الآفات اللي هي تعتبر خطيرة، يعني آفات الحجر الزراعي، عشان يكون متحضر المغرب إلى مواجهة هذه الحالات لا سمح الله في لا سمح الله يوما ما تحصل يعني. وشكرا مرة شكرا يعني عن جديد للدعوة. شكرا سي توفيق. كوثر، يعني كلمات موجزة. أنا بغيت غير من هذا المنبر نضيف واحد الإضافة اللي هي وجيزة. الفلاحة ديالنا إلا شافوا شي أعراض اللي هي مشابهة لهذه الأعراض اللي سبق الذكر ديالها في البرنامج، اتصلوا كاين مثلا الرقم ديال لونسا، اتصلوا به باش يكون هكاك واحد الكوبيراسيون ما بين ليطا، ما بين التعاون ما بين الدولة وما بين الفلاحة والمؤسسة المسؤولة. نعم. شكرا كوثر. مستمعينا الكرام، الحلقة يعني أوشكت على نهاية، لا يسعني إلا أن أشكر من جديد يعني ضيوفنا الذي كانوا معنا مباشرة من إيطاليا، الدكتور مارون المجبر منسق مشروع كيوريكسيف، والدكتور توفيق البعين وباحث في أمراض نباتات بالمركز الدولي المتوسط الزراعي بباري إيطاليا، وكانت معنا أيضا أنيسة كوثر هندي طالبة دكتوراه في موضوع عنده طبعا علاقة بجزيريلا. والشكر موصول طبعا إلى مخرجة ديال
الحلقة زميلي عمر بيزي واستقبال المكالمات، واخا ما كاينش مكالمات لأن الموضوع شيئا ما تقني. زميلي توفيق رباني، ثم زميلي محمد الخلقي في التصوير. مستمعينا الكرام، إلى أن نلقاكم من جديد، ها هو الحسن أشباني وراء الميكروفون، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.